اليابان فيه ميزة كبيرة جدا، خصوصا غير الأجواء الباردة، الفارق التوقيت الكبير بين نعم اليابان والسعودية يمكن أكثر من حوالي 6 أو 7 ساعات تقريبا الفرق الزمني. نعم تأقلم اللاعبين على الجو وعلى فارق التوقيت، السفر المبكر كان جدا مهم، وأعتقد أنه حتى الآن يكون اللاعبين السعوديين يكونوا تأقلموا على الجو. البرودة الجو ما اعتقد انها عائق كبير تقف امام المنتخب السعودي، لان شفنا المنتخب السعودي لعب مباريات كثيره قبل كده في اجواء بارده جدا وكان فيها ثلوج، شفنا حتى هنا في داخل القاره الاسيويه في بعض البطولات الاسيويه والتصفيات الاسيويه، سواء كان في اوزبكستان او في اي دوله اخرى، الانديه السعوديه برضو تعودت انها تلعب برضو في اجواء زي كده في البطولات الاسيويه في مختلف الدول الاسيويه، فما اعتقد انه حيقف عائق امام المنتخب السعودي. خطط اللعب المفروض يدخل بها هيرفي رينارد هو طبعا التوازن ما بين الدفاع والهجوم، ده طبعا شيء مهم جدا. انت المنتخب السعودي حتى الان في جميع مبارياته اللي خاضها خارج ملعبه ما يتلقى اهداف، لعب في عمان، لعب في استراليا، لعب في فيتنام، حتى الان بشباك نظيفه، الاهداف اللي دخلت في دخل السعودي دخلت هنا في السعوديه هي 3 امام فيتنام، امام فيتنام هدف وهدفين من المنتخب الصيني الصيني نعم. فخط دفاع السعوديه خط دفاع جدا منظم على مستوى عالي جدا، رغم انه الخضه في كثير من المباريات كان اكثر الغيابات بيكون في الخضه، يعني في مباراه واحده كان مادو وياسر الشهراني وحتى حارس المرمى محمد العبيس. ايوه غياب، يمكن غياب العناصر زي ما احنا ذكرنا قبل كده ما له تاثيره الكبير على المنتخب السعودي، لانه التنظيم اللعب المجموعه والتنظيم الدفاعي للفريق، الفريق ماشي على تكتيك معين، لو اختلفت العناصر ما بتاثر الفريق بغياب العناصر. نبكي لك الانسجام الكبير اللي وصلته كتيبه المنتخب السعودي مع الإدارة. نعم انسجام كبير جدا، وفهم لاسلوب المدرب، فهم لافكار المدرب داخل ارض الملعب. المنتخب السعودي انا اتوقع انه يلعب بنفس الاسلوب اللي لعب به قدام استراليا في استراليا، شفنا المنتخب السعودي قدم مباراه كبيره جدا في استراليا واحرج